السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفيديو جديد من قناة ماستر أسيرو كالعادي. شباب، هذا الفيديو موجه للطلبة ومن عندي حصرا، مقارنة بين هواوي 6 برو. إن شاء الله راح أسوي مقارنة لهم حتى يقررون يا جهاز يأخذونه. خلونا نشوف الفيديو شباب، بعدين نرجع للتقييم. شباب، هسه هذا الجهاز مثل ما تشوفون قدامكم، هنا الواي 6 هواوي 6 ومن هنا الهواوي 6 برو. وهذا كشكل ديزاين من الخلف مثل ما تشوفون. خلينا نفتح الحافظات. طبعا هاي الشباب الحافظات تجي مثل ما قلت لكم، تجي هي ويا الجهاز من الشركة، يعني كهدية تعتبرها الشركة. من ناحية الحجم، الجهازين نفس الحجم ونفس الأبعاد بالضبط، يعني ما بيهن أي فرق. خلينا نشوف من هاي الجهة، الاثنين يحتوون على زر الباور والفوليوم من الأسفل، الاثنين يحتوون على الميكروفون والسبيكر زائد اليو اس بي، لكن هنا عدد فتحات أكثر بالواي 6 برو. من هذه الجهة ما يوجد أي شيء بيهن. من الأعلى منفذ الجاك من الخلف طبعا مثل ما تشوفون، هنا الملمس مالته يكون خشن نوعا ما يعني، وما يلل للربل يعني الخام. اما هنا مثل ما نشوفه يعني مطلي مثل مادة الوارنيش، يعني ما يلل للزجاج تقريبا. شباب، بالنسبة للجهازين الثنين الغطاء مالهم الخلفي قابل للإزالة، لكن شنو الفرق بيناتهم؟ انه الواي 6 العادي بطاريته قابلة للإزالة، اما بالنسبة للواي 6 برو هو من تزيل القبق الخلفي مال الجهاز. خل اشوفكم، بس مجرد تنزل الشريحتين والرام، وهنا الشريحتين والرام زاد البطارية. بالنسبة للمواصفات، حجم الشاشة نفس حجم الشاشة 5 انش HD ونفس الدقة. بالنسبة للسرعة فهنا رباع النواة وهنا رباع النواة، لكن بتجربتي الخاصة الواي 6 برو بما انه الرام مالته 2 جيجا بتكون سرعته اسرع بكثير من الواي 6 العادي. هنا الكاميرا مالته 5 الكاميرا مالته الخلفية 13 ميجا بكسل، هنا الكاميرا مالتي 8 والدقة مالتها اصلا مو مالتي 8 يعني مال 5 انا حسب تجربتي الخاصة. اما بالنسبة للكاميرا الامامية مثل ما تقول الشركة، هنا 5 ميجا بكسل وهنا 5 ميجا بكسل، لكن الخمسة اللي هي بالواي 6 برو هي دقتها اكثر يعني كثافة بكسلات من الواي 6 العادي. من تصور بيها تحسها انه هي مو 5، هذه مالت الواي 6 بتحسها انه هي 3 ميجا بكسل تقريبا. بالنسبة للصوت والاداء والسرعة والكاميرا وحتى البطارية الشحن، طبعا هنا 4000 ملي امبير. اما بالنسبة للواي 6 يعني ال 6 العادي البطارية مالته هي 2200 ملي ام، يعني فرق تقريبا 1800 ملي امبير فرق بالبطارية، يعني 1800 انا اشوفه فد فرق كلش كبير، يعني راح الشحن مالته يكون بفرق شاسع مثل ما قلنا. شباب، بالنسبة لسعر الواي 6 140 ألف دينار عراقي، دولار 115 تقريبا 110 دولار. بالنسبة للواي 6 برو بالعراقي 225 الى 220 الف، بالدولار تقريب 175 دولار العفو. هاي اسعار الجهاز الاجهزة للي يحب يستفسر عن السعر. بالنسبة للتقييم النهائي شباب، هذا الجهاز اكيد موجه للفئة اللي شايلة روحها مثل ما نقول احنا بلهجتنا بالعراقي، يعني عنده امكانية ياخذ جهاز
شوي أعلى يعني من الفئة المتدنية اللي هو الواي 6 العادي. والواي 6 العادي طبعا المحدودين الدخل والدخلهم ضعيف جدا يقدر ياخذ الواي 6 العادي. بالنهاية شباب تقبلوا تحياتي، أخوكم ماستر أسير من قناة ماستر أسير.